السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. تم وصول الشنجان الوحش الصيني، تم وصوله الامارات بالسلامة. هذه عينة وحدة، العينة الثانية بصورها بعد شوية، جاهزات للتسليم. ادفع وشيل. سيارة فور ويل رنقات 18، شقالة كاملة على البطارية مع مطبخ خارجي يشتغل على الديزل، طباخ مع المطبخ كامل، ليتات ليد، مظلة كهربائية، سلم كهربائي، الحمام الأوروبي اللي هو تاير سبير، كاميرات محيطة بالكرفان كامل مع جيكات استبلايزر تحت، المخزن الكبير. هذا المخزن، مكان تعبئة الماي، مكان تعبئة الديزل والبترول والأنتي فريز، مكان شحن البطارية. هذا المكان مكيف. طبعا هني مخازن فيها مضخة هواء، مضخة ماي، وصلت كهرباء، وصلت الماي، جيك، عصاية جيك للاستبلايزر. هذه السيارة مبرع، هذه قصة الاي اللي هي بس سرير واحد فوق، وتحت طاولة الطعام تصير سرير. الفيديو الثاني، قام اسوي الفيديو الثاني بوريكم الغمازات كيف تشتغل. طبعا هني سيارة عليها كاميرات محيطة 360، فيها خاصية تصوير، كاميرات محيطة بالسيارة كلها. هذه الواجهة جميلة. الفيديو الثاني من داخل، نقول بسم الله. طبعا الباب الستاندر غير عن هذا، ما في زبالة، ما في ناموسية، ما في هني العازل، هاي الناموسية. انزين، ونقول بسم الله. طبعا هذا البقليت، هذا الدري كهرباء 220 شغالة. نقول بسم الله. طاولة الطعام تحول سرير. هذا البلان اي اللي بدون سرير خلفي. هذه الخزاين مع غسالة، منفذ كهرباء، مدخل للمستودع من برا، مخازن دور مدار الكرفان، مكيف سبلت شغال على الطاقة الشمسية، تلفزيون كبير سمارت تي في. هذا مكان السرير اللي فوق مع شبابيك بانوراما. هذا الكاميرات الأربعة للكرفان، وهذا كنترول كامل يعطيكم استهلاك كهرباء، ما كهرباء، تشغيل، كل شيء هني. الكرفان مزود بانفرتر، زين، مزود شفاط، ثلاجة وفريزر، ثلاجة وفريزر، هذا ثلاجة فوق، وهذا الفريزر تحت، وهذا عزكم الله الحمام، حمام بشفاط بجميع معداته، دبليو سي، حتى المكان تعليق ملابس موجود، مكان تخزين كل مكان، ميكروويف، وهذا الفيو الخلفي. سيارة جاهزة للتسليم. هذا المخازن، مطبخ، في حالة ما تبون الطباخ هذا ممكن تشيلونه وتحطون حكو في ميكر هني، كل شيء يستوي. هذه الطاولة الإضافية. تحياتي لكم أخوكم طارق الزبيدي.